ولعل معظم الأصوات التي تستقصد الإمارات هي من يحمل مشروعاً متطرفاً وطائفياً للمنطقة، والمرزوقي كان مطية لبعضهم. الإمارات موقفها مشرف شاء أم أبى. إنها واحدة من التغريدات التي رد بها وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش على تصريحات الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي خلال مقابلة معه عبر قناة فرانس 24 أمس، ادعى فيها أن الإمارات عدوة للثورات وممولة الانقلابات، مما أشعل ضده موجة انتقادات واسعة ذكرته بما جره هو ومن خلفه من دماء على الدول العربية وكيف استغلوا وسرقوا طموحات الشعوب. تصريحات المرزوقي ضد الإمارات لا جديد فيها ولم تضف معنى مبتكرا، وجديدها فقط أنه وكعادته ترتفع عقيرته في الوقت الذي تشهد فيه تونس احتجاجات. وفي تويتر المصري الذي يشهد منذ بداية يناير الجاري حملة هاشتاغات إخوانية تحريضية مكثفة تحاول استغلال مطالب شعبية مصرية في الاقتصاد وغيره في ذكرى الثورة المصرية التي تصادف يوم غد الاثنين لأحداث فوضى يتسلل مجدداً من خلالها الإخوان، لينطلق بالمقابل هاشتاغ بعنوان متمسكين بالسيسي ويتصدر تويتر المصري، ومثله في تويتر الخليج بعنوان كلنا مع مصر وقياداتها. كلنا مع مصر وقيادتها، نهوض مصر واستقرارها هو استقرار العرب جميعا، ولكن هناك من لا يريد الخير لأحد. كلنا مع مصر وقيادتها، وصية بن زايد ونحن على نهجه. وفي تويتر السعودية هاشتاغ علي المالكي البنت عار يتصدر الساحة في الساعات الماضية بعدما وصف الداعية السعودي علي المالكي بأن البنت عار في تعليق له في برنامج عبر قناة بداية الإخوانية ليثير سخط المجتمع السعودي مطالبين بمحاسبته، مطلقين هاشتاغ بعنوان بناتنا شرف وليس عار. ترى اللي يتزوج بنتك ولا أختك هو صاحب الفضل، شال عنك هم، شال عنك عار. علي المالكي البنت عار، مصيبة إذا هو شيخ ودكتور وتفكيره كذا. وأخيرا مقولة تستحق التأمل، هاشتاغ قديم يعود للواجهة بكثير من العبر. أول خطوة لتحقيق الحلم هي الاستيقاظ من النوم، مقولة تستحق التأمل. لا تحسد غيرك على نعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، مقولة تستحق التأمل. الذين يعتقدون بأن المال هو كل شيء يعملون من أجله أي شيء. إذا لم تطلق الفرصة بابك فاصنع لها باباً لتطرقه، مقولة تستحق التأمل. فكر ساعة وتكلم دقيقة.